خدمنا به في مدينة وهران اللي كان لمدة 10 أيام وين خدمنا به كاع الكوتي فيزيك ونا بيان ترافاي افيك لو ستاف تاعنا ومام احنا لي جوار جدد وين ما تلقيناش كاع صعوبات الحمد لله اون جروب سوليد وان شاء الله نزيدو نخدمو باش نزيدو شغل نتادابتاو حنا جدد مع القدم اللي فات بظروف جيدة دخل بأربع مباريات ودية الحمد لله يا ربي كما يقول لك ابليكينا فيهم الماكسيموم وتبعنا التعليمات تاع المدرب الحمد لله يا ربي ان شاء الله حنايا كما نقول لك نسعوا باش نقدموا توجور المجهودات والاضافه المرجوه منا ان شاء الله. دينا تحضيرات بعد العوده من التربص كنا في وهران قمنا بتحضيرات مكثفه باش نكونوا واجدين للشامبيونه ما يخفاش عليك باقي دو سيمان للشامبيونه انا نخدموا باش نكونوا في لافور نتاعنا وكاع لي جوار راهم واجدين ان شاء الله باش يقدموا كاع اللي عندهم باش نعودوا بنتيجه ايجابيه من رائد القبه ان شاء الله. قام دو ستاج درنا دو ستاج تحضيرات ونحضرناهم كيما الفرق زادونا اسبوع برمجنا مقابله وديه مع شباب غيره بادلا مولود السيده نهار الجمعه مع غيره بادلا ونهار السبت مع مولود السيده اما التحضيرات كما تشوف التحضيرات في المستوى وفرنا كل شيء.